النهارده بنقدم عربيات كتيره جديده زي العربيه الهايبريد الايونيك الهايبريد. العربيه دي بتمشي بالبنزين والكهرباء من غير ما تحتاج شحن، انت بتفول العربيه عادي في البنزين وهي بتشحن بالكهرباء وتقدر تمشي لغايه 1000 كيلو داخل المدينه. بنقدم برضو العربيه الايونيك الالكتريك اللي ان شاء الله متوقعين هي تنزل السوق المصري قريبا جدا. بنقدم عربيات اس يو في زي التوسان الفيس ليفت وزي الكريتا الفيس ليفت، عربيات نازله بفيس ليفت في الشكل الخارجي وفي الشكل الداخلي ونازله باوبشنز كتيره جديده. ادعوكم كلكم انكم تتفرجوا عليها. من بعض الامثله ان احنا العربيه دي نازله دلوقتي مثلا بريموت ستارت في تربو انجن ما كانش موجود السنين اللي فاتت. العربيه دي بقى فيها كاميرا 360 درجه وانت قاعد جوه العربيه تقدر تشوف العربيه كلها من بره وكل اللي حواليك. العربيه الكريتا مثلا المره دي نازله بسان روف ما كانش بيجي قبل كده واوبشنز ثانيه كتيره، فاتمنى انهم يعجبوك. يعني احنا السنه الجايه متوقعين ان احنا نقدم عدد كبير جدا من العربيات الجديده. اولا مجموعه عربيات اي 30 كلها جايه من الشيك، في ثلاث موديلات، في الاي 30 الهاتش باك والاي 30 الكروس واجن وفي الاي 30 الفاست باك. الاي 30 الفاست باك دي قريبه شويه من شكل السيدان فمتوقعين ان هي يعني تنجح جدا في السوق المصري. برضو في العربيه الاتوس كانت بتيجي زمان في مصر وكانت ناجحه جدا، هونداي هترجع تصنعها تاني فمتوقعين السنه الجايه يبقى في العربيه الاتوس. وفي عربيه اس يو في جديده اصغر من الكريتا ان شاء الله السنه الجايه تكون موجوده في مصر، بخلاف ان في عربيه اكسنت شكل جديد كلي ممكن تنزل في اول السنه الجايه، وفي شكل فيس ليفت للعربيه الاي دي اتمنى انه يعجبوك ان شاء الله. حاليا احنا بنجمع العربيه الانترا الاتش دي وشغالين بندرس مع هونداي اوبشنز جديده ان شاء الله بعد الجمع. السنه دي احنا شايفين ان احنا هنوصل ل 25%، احنا حاليا بالظبط 24.7 فان شاء الله نوصل ل 25. انا بتكلم يعني بالنسبه للسوق الملاكي اعتقد ان السوق السنه دي هيعدي 130 الف عربيه طالع من فوق 99 الف عربيه.